السلام عليكم طلاب. طبعا وأخيرا أوضحت وزارة التعليم العالي التفاصيل الخاصة بالامتحان التنافسي للمجموعة الطبية. طبعا أول شيء طلعت قبل كم يوم أسماء الطلاب ومراكزهم، كل محافظة في محافظتها، وأيضا المعدل 93 دور أول 94 الدور الثاني للمفاضلة بين الدور الأول والثاني. طبعا هذا الامتحان ماكو شيء محدد يقرأ الطالب، يروح الطالب مجرد هو اختبار ذكاء يتضمن ذكاء وذاكرة وتشفير وبعض التخصصات الطبية. طبعا التصحيح راح يكون الكتروني MCQ multi choice، حتى ماكو طالب يقول انا انظلمت بالتصحيح او تصير واسطات بالامتحان. هذا الاختبار يتضمن 300 سؤال ويشمل 8 محاور، هسه راح نشوفكم اياها في الفقرات القادمة. و تقريبا الوقت 3 ساعات أو أكثر. طبعا وضعت وزارة التعليم تعليمات للامتحان، راح أحطها أسفل الفيديو. والثمان محاور اللي يضمنها، أولا المحور الأول 20 دقيقة وبي عدد أوراق الإجابة 13 ورقة، الثاني 12 دقيقة عدد أوراق الإجابة 4 أوراق، الثالث 7 دقائق عدد أوراق الإجابة ورقتين، الرابع 10 دقائق عدد أوراق الإجابة 5، الخامس 15 دقيقة عدد أوراق الإجابة 5، السادس 30 دقيقة عدد أوراق الإجابة 8، السابع 30 دقيقة عدد أوراق الإجابة 3، الثامن 24 دقيقة عدد أوراق الإجابة 8. وإن شاء الله موفقين كل الطلاب وتحصلون الكليات لباركم وما ينظلم أحد يا رب.